بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكل ببقل أفرطني اللبات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الصيام بين كسوة الري باب فضل ليلة القدر. عبابي هاي إلا عديو فضل يقيمها هبين كليلة القدر أوليها هاي والحث عربي لسكو عربي ام لسكو بوري على طلبها ان ليت القدر كلا راديو ولا طلب لو بيق بهبين كاسغا يو بيان محلها قوبت دعدين لعدي ليت القدر كلا عديو يو ارجى اوقات طلبها يحلق اوغ رجي بدن اوغ رجي بدن رادنتيد يا ميلا لغا رادليو ليت القدر وهبين بركيسن وشرف بدن الهنا سبحانه وتعالى او كشيغي انو كن بلوت كفض بدنيا خير من ألف شهر. سورة القدر بعد لغوت المامي نبي قونا قيمة إيا قائب غانا كشيغي سلف كأمدنا إسكوا فقين فضل جيسة مركا حبيب كوي هاي إيا فضل جيسة وحبيب كوي ميت أيو إمامكم مركا حدي دورة وكين الدونة ليت القدر ومركا سيد اللو بدنيا هاي وباقي لما رفعنين هل مربو أها وحلق النبي وهل هبين أها كدمنا مصر نقول النبي باكو التقي لكن رأيك أي مسلمين تقول بدنيهن سلفا وخلف وحاوي إن وباقي هاي كدمنا أقوال تذكى إلى وباقي وواجه إلى قيام الساعة ليت القدر أقوال أفرتني دور أها بيسو خلافه أفرتني دور قول إلى أفرتني اللحب وقرسي حافتك أقواش ساعة الإجابة في يوم الجمعة كتير توك عليه أياتنا كتير خلافك أدبو بعين هاي وحصورون ليت القدر بش رمضان بكتيرته قارهان طبعاً كتم به رمضان قارهان وتر كتير ذا إصدار كيو لباتنكا صدحي لباتنكا إيشاني لباتنكا تضوي لباتنكا سقالي لباتنكا مع المهز وتر كا طبعاً كتم به رمضان إن يكون جرتو إيه أدلة ذو بدن تاعي حق النوى جرجور إيسايو هبين وحلاقي يا باسنا دين اللي لواتني كوه النقطة هبين اللواتني صدق تاعي النقطة هبين اللواتني سقالك هبين ناي النقطة لواتنيو تضو بدو مركو هل هبين وطبعاً كذن برمضان كتيرة سنة كان صوص عدا كيسة كله إن هبينه كله دوبنا دان أيا لقي يا با وإذا هذا يقول أنت اجتهادين ويحستبر دقين وعلم الحروف علم اللي يضع ربضا استعمالين يجري أنت أنقان جارة يعني هبين كستو ليت القدر وان كبك موانا أقان هبين كي تايوي سكتيرا نوحوله وان أحد بين نقطة هبين كان موان نقطة با وإذا الحرالي اللي يضع هذا مغربي أها وكتاب تفسيره ربضا قري آفات بضانا له علم ينفي عنه وكتيرا يا سيدة الشكت وذاتك لو يحول وحان جمعين بمون نقطة با سورة أندلسي يا سيدا الشيخي نوحور هذه بشهر رمضان باللوغة أحد أي نقط لواتين تضوض رمضان أحد بين نقطة تابعين كان يسوق داف نمال ملبس كحريق ذي لكن ما حيكون بير تاي طوان قدم بير رمضان ترد إسدير وتر كهلودة دار سيدنا عبد الله المسعود نسوق حور انشري سنة قرن منك سوتشي ذي تكذي إلهي برية ليتقدروا بهلها إياه نك لكن يرسك غار رصدة إنه سيقع بضان بركة حديث بابك كي يمد أينو دريرينو إن شاء الله تعالى القدد ذا لهبينك أساقو إلهي هلا بريو ننكي هبينك إله أطوبت كينا دمبك السوء قلي والله أطوبت أقبالي مراد كلينا والله أقبالي نارنا والله حريري هبين أدو بركة يسوي ملايك تهبينك سودكت نبقو حنوشكي في حديث حسن إلي سنوالي يددونك إيمانين إني سأدونك إيمان المال أي ملائكته كلام مرته في كل بقعة من الأرض ملك باتاغن مركة وحق الرحضة شعاع ذا يرين من إعدادية أود لما هينا وبدن ذا ملائكة الدقيسة أما كعيسة الدوليسة أيا ضلفين أيا كل الكذي فلاري هذي إلا ملائكة ملايين بلايين بنقط مركة هذي قرحه قيد كاحك سدا أما شيء كتيدانا كلل كذي يعليس كذا ولا ويا مركب ملاك تنقو مارك إنه واحد دون كمركب هرينا يوا أيضا
قرحنا الضعيفين أيوة وملائكة بنيدة يتردن وحديث بات المامية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي ركم إذا أصحاب النبي رقاسي قنال لهم الشيقين وجماعة من الصحابة أنصار مهاجرين بله أروا وحالة الصي ليلة القدر هبينك شرفت أيالة القدر وحالوي لي لشرفه وعظمه عند الله والله شيقي وهبين بركيسان وقيمة بضن وفضل بضن درتيبا ليلة القدر لويت ومن القدر والشرف والرتبة وذا دنا وحي من القدر وحال لويت ومن التقدير قدر من التقدير الجانقوين تآي قرشين تآجاش يا إرساقات يا عافمات يا عذرك فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين مرك يفرق ومرك هالكاسيك قاتلون ليلة القدر أي ليلة التقدير تقدير الآجال والأرزاق والمعايش قل هالكاسي لامبرين لأنه حيدا ليلة القدر وليلة التضييق على الناس أمضي آدمها لقى قريو ضيق تقديرك مرة تضييق بالنقضة مرة جانقوين قرشين بالنقضة مرة قدرك شرفي عظم بالنقضة مرك انت وصل معنا بوالله شيء معناها أوينه اللي أبقي ما بضينا اللي أجعل يهينا وإن يتاي ليلة القدر ليلة الشرف والعدم أروح جماعة كم إذا أصحاب النبي محمد بأروح حالة ليلة القدر هبينك شرفتها في المنام الريال قطسي في سبع الأواخر تضبط الضنب قده هذا على قطسي تضبط الضنب مركب بشر رمضان فقال رسول الله رسولك لا بحور مركب هنيو والبرية دي سنبقى أشيقي أرى وحان أركى رؤياكم رؤيا دين يمنام كيني صحابي قد تواطاد إن إسكوا وافقوا إسكا قدب التكتي في السبع الأواخر طوانك الدنبي بشا عفوا تضبط الدنبي بشا فمن كان متحريها فمن كان متحريها نينك كد دالها أي مجتيدها نينك كد دالها أي دونها أي إنو ليت القدر ككب يقمو فليتحرها كد دالها كالراديو في السبع الأواخر تضبط الدنبي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار نافع بن متابعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا كد ذال اجتهدوا بك لقانتا راديو دوندون ليلة القدر هبينك شرفت وحتكر هذه سان في السبع الأواخر تضبط قدام بيسه. وحدثني عمرو الناقد عمرو محمد وزيد بن حرب قال زهر وحور حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم سالم بهذا جماعة كفر الرئيسي مركع بن عمر الدناري النافع المتابعين يعني أبيه عبد الله بن عمر قال رأى رجل نمبا وحواركي أن ليلة القدر هبينك شرفت إني تاي ليلة 27 هبينك لباتني تضبط إني تاي وهبينك أبي كدارن شري صحابة وحيو بدين ليلة القدر كونو يا هبينك لباتني صدحات ابن عباس إيو معاوية إيو عبد الله بن أنيس الجهني رجع أضف ربضان وصحابة يلك كنت أحاديث ما نعدين دونته أبي بن كعبنا هي رجل مدة وتابعين هي رجل بابا عليه صحابة وما بدنا إلا بسيط الضبطي أسوب كل هرن شريبة. فقال النبي نبي قحول عليه الصلاة والسلام أرى وحان أركاء أما أن أقاد رؤياكم في العشر الأواخر رؤيا دين أنيس كقدبت تكتي في العشر الأواخر لواتنك طبنك الدنبي فاطلبوها ليتقدر كرادية في الوتر في الوتر أما وتر ترد يصدروا منها من العشر كمذا العشر الأواخر طبنك الدنبي إيه بينها ترد يصدر لواتن يكوج يصدح يشنت يتضبط يسقالك كرادية. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عامل شاب الزهري أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر أن أباه أبي عبد الله قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر نبي محمد وهبينك قدر كلام مقلي إن الناس قولي ومنكم إذن كيدا كمذا صحابي قد أروا حالة سي أنها ليلة القدر وإنيتهاي في السبع الأول تضبط هوري وأريا حالة سي ناس منكمنا أنها في السبع الغوابري ضد إذن كيدا كمذا وحي أركين ليلة القدر وإنيتهاي ويكون ريودين تضبط هوري بشهر رمضان فكمدنا وحيدين كمدنا وحي كريودين إن إيتاي تضبط الضنب فالتمسوا الغوابر وجمع غابر غابر كنا
ومشترك لفظي مشترك لفظي أويو ما مضى الماضي والمستقبل أوضع يكون حدا أغابر كل شيء ما بقي منه ولا إلى ذا أغابر كحكرا ونقضى وحي التقين ونقضى وحصوص عدنا ونقضى لبضو با كل بس سياق أدمر يسوم بات كو أغانيس سياق كو أغانيس إن غابر لقوض الماضي إيا غابر لقوض المستقبل وحصوص عدى وحصوص عدى وحي التقيبة وكل عائرة يقول وأوريا وحالة سي مرك ما دام في السبع الأول أيه الرئيسي هنا الغوابر وحين قنيسة الأواخر بين قريش وأوري الناس منكم تدين إن كمدنا وحالة سي أنها إن في السبع الغوابر أي في السبع الغوابر ومحي أي الباقي أو البواقي طيبها أي الأواخر فالتمسوها كرادية في العشر الغوابر طبنك الدنب كرادية طبنك الدنب لمن رمضان الدنب كرادية وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة بن حجاج عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت بن عمر مركا عقبة ومتابعين يا دينمانك دورك هاي سالم ايو نافع ايو عبد الله بن دينار يا كلوك سوري انتم بي هاي قال سمعت بن عمر رضي الله تعالى عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها كرادية ليلة القدر في العاشر الأواخر طوق الضنب التمسوها يعني لم يشيقن لكن سياقا لقى قرنا لأن المعلومة كالمذكور يعني ونبو حيوجي ذا ليلة القدر هبينك شربت وكوضا فإن ضعف أحدكم متكينها تو تقدر أو عجز أما أوه سدو وكوه سدو هبينك إنو طوانك رمضان بقول نوليه بالله إلى الرماد بإنو نوليه وصلاة عبادة كنو ليه دو أوذي واي فلا يغلبن متكين يان لغا اتكان وسن كدال على السبع البواقي تضبط الضنب تضبط الضنب تضبط مرح كب اللابانيان صدح اللاباتنك صدح اللاباتنك كب اللاباني وهدي لغا صوتريو وهدي بشو اي لاباتني سغال نقطو وهوري لغا تريو هدي قدا لغا تريو هذا مركان مريزان حديث ليلة القدر كحضرك الدونتان بيشو قدال الله صوت ترني في سابعة تبقى في تاسعة تبقى في خامسة تبقى مرك حقك صوت ترني سقايا لباتن سدي لباتن طيب لباتن لحي لباتن شني لباتن أفري لباتن صدحي لباتن السبع البواقي سداوي حقك صوت قوانيس هذا حقا كب الله بيسانا بيش هو حد كذي قال باتني السجال ورمضان حيوب بدن يزيد السبع إنه كده ما هو لباتني السجال رمضان إنه بحسمه وان ويرتاح ساس النبي قل شيخ عليه الصلاة والسلام صحابي النبي قال له مالين بهبين بعدمن بيش لباتني السجال بيكون ماني آمس بالله يسحابي هي والله مرة بيش برتن كده النبي قل شيخ سأل أتمني نغاني سأله سكس سيدوا إنه قت صبره شيخ عليه الصلاة والسلام فإن ضعف أحدكم عن قيام كل ليلة أو عجز أموك وهسد عن قيام كل ليلة فلا يغلبن أحد منكم ومتكين اللغة كانوا سنكد وانكد قموب على القيام في السبع البواقي تضبط الضنبين استهوا وسوشيدوا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبل بن سحيم قال سمعت بن عمر جبلان رقي كوري عقبة إيو سالم إيو نافع إيو عبد الله بن دينار المدني العدو مولاهم بمتابعين إيو قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي أنه قال من كان ملتمسها ننك الرادنية ملتمسها يطالبها ننك الدوندونية بش ليلة القدر كرادنية الدوني نقب يقم إلهنا أذبر يو نار لغحر إيو فليلتمسها كدوندونها كرادنية في العاشر الأواخر طبنك الدنب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني عن جبلة ومحارب بن بديثار جبل بن سحيم ومحارب بن بديثار السدوسي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رجعنا دور كان هذا رجع هرم بمتابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا كدون دونا بأكسدا تحين كوا وقت قد رئيس وقت كدكتا من الحين تحينوا بأقصده ويوكدون دون ليلة القدر هبينك شرفته في العشر الأواخر
طبقة الدم أو مسقى نبو حجري في التسع الأواخر سقالك دم سقالك الدم مرة دي اللي يلينا وحكا بالله بنيسا كوي اللي باتنك كوي اللي باتنك تحيّنوا دوندونو بيكسدا ويكرّت وكتّو كتبش مالنك هابين كاسقا تضبط الدم أما سقالك الدم طيب حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا وابن عبد الله أخبرني يونس يعني ابن يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري عن أبي سلمة حديث ابن عمر مكو قب الله أبي وطرق ذي سؤو جمعين تو جمعين كري شضي سنة وافق سنيد وحوقد بشواهيد دي بابك إنو تلمامه شواهيد دي بابك إنو تلمامه عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري أريد وحال ليتوسي ليلة القدر هبينك شرفت الله يتوسي ثم أيقظني وحي توسيي بعض أهلي أهلك يبركي بركض بيتوسيي فنسيتها مركز الله المنسي نبي الرؤيا كأركي ورؤيا الأنبياء وحي وحي ويوال عسك ذا حكمت أنا لقول لسا لكن هرددي وكجر يدي بضد أهلك سبا توسيي كدبنا نبي قال لها المنسي إلا هالمنسي أنا حكمة بكجر تيو مسلمين تيدان وهاي وهل هبينهم معين هذه اللي قرده دلال بضان بايران لها قيام الليل بضم بافكان لها صادرت وحاوي إن لغو قريو سيد ساعة الإجابة وكالي مصلحة مسلمين تقول جرتا فالتمسوها كرادية في العشر طبنك الغوابر الدنبيسة وقال حرملة أسوي حوري فنسيتها نسيتها مردي هنا فنسيتها وانها المامي مركا ديسان رواية بالمعنى أهين لابد وين بنان طوال إيه المانسيي وانها المامي سان ديب لهين محايا لشيء ساقا لها المامي وحكم وشرعية أو كحرن الجون أمر وأمر وجودية أمر حسي أو وجود أول هبينك ليلة القدر كونه هبينك أي هاي وقضية وجودية إنه وأنا أغنيه إلهي ببركي هبينك دونه قليا وأطمنك الضمبا هبينك إن له أقعد سجونه له أقعد وأمر وجود حسي حكم تبليغ وكحرن متشري خاص إذن فنسيته أمر كاسك وادي كرتا أو نسيته ولا هالمسيح وليس ملاك هذا أرن ديني دي هاي وان هالمامي حقو حكجرة نسبة التقصير والتفريط لنفسك إن أدوك الدنبيلة أود قبوط فشي أود دينك كتما طيبة ستير ريس وان لقو ناكسن يضيع عادس إن ستير سو رواية دي مركة أحمد وحاكوتي مدوك وعسى أن يكون خيرا لكم إنه نبقوا في الحديث كان أبو هريرة فنسيتها والي هالمنسي أم وان هالمامي وعسى أن يكون خيرا لكم إن هالمامنا إن خير إذن تابع لك إيابا ولكن أطلبوها في العشر الأواخر من رمضان طبعا قدم رمضان كرادية هالمانك خير بايدين كتيرة أوقفك مسلمك طبعا قدم رنبو عمره يبو حنية وسوج يدية قيام الليل صلاة دعو الله باري قرآن أخرس صدقه وكدك دقو وحاسولا محاكيني هل هب أنت تقول الرسن له طبعا كبقلي أنت ورانا الددال وأنا أركز صحابة كريوتي ليلة القدر كون هي كتير طبان كهوري صحابنا أي كريودين طبان كدم طبان كدحى صحابنا أي أوبتين طبان كدم جماعة من السبل وحي قبا رمضان رم بالي طوال كأي كشا صحابة قبطة تابعين باقبا رمضان ورم هبينك كوبادة رمضان بين نقول كرت نمنا وحيد أما هبينك قدم بي عيد خلاص هيوي وبهبينك صدنات با سواحوك ورافين هبينك كوبات والله تاني سقال مال مودي كوي تون برد بتصب شخص أنا يسوي قلت إن نايل إسكعد دقو حنشيرو عبقو دافي ماي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر المصري عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عبد الرحمن مك محمد إبراهيم أيه وذات كوري ابن شابها متابعيني عفوا وشاهد عصبة حديث عصبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسول كلا وحوءها صلى الله عليه وسلم يجاور كي اعتكافه يجاور اعتكاف جري في العشر التي في وسط الشهر طبنك بشر وضن برطمه هذا طبنك الدحي ينبغي اعتكاف جري فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه
waaga hore nabiga dhaqankiisa baa lagu sheegaya xilli uu nabigu 10 ka hore ictikaafi jiray waa dhaxana 10 ka dhuxu ictikaafi jiray waaga dambana wuxuu ku urursaday 10 ka dambe nabiga 10 ka hore soo ictikaafay oo 10 ka dhaxa ictikaafay asagoo raadinaya leylatul qadr waaga dambana 10 ka u dambeeyso ku urursaday كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله على أهان يجاور كي اعتكافه في المس في العشر التي في وسط الشهر طبعا كبش رح يدا أو طبعا كدحا طبعا كلباتنات كوي طبعا إلى لباتنك فإذا كان من حين تمضي مركو النبي قال هذا الحين اللي جاي تكتو 20 الليلة لباتن بري مركا يتكتو ويستقبل 21 لباتن مكة إذا ما أنتو نبي وقابل وكهر جيس تدو هبينك لباتن يكوبات يرجع عنو قنجر إلى مسكين يقولوا قسم كل أبن جري اعتكافك وكبح جر إلا وحو اعتكافك قال كوي طبنكي وحونا كبح هيا مركة نبي وكسو بيغن يهي كوي لباتن قلبك لباتن أدبو كبح جريو عرب أصل كوضو مكة ترسان هيا ما المهكم حساب تمنى هبينك وحكو حسابيه أصل كذو واسدة بل هذي محاية إلي سنة كذو واسدة قمر وهلال وبشا سي فرصدا ما لنكونا هبين كيسي دارت سكي صهر رأي هبين كصهر رأي وفرصدا هبين كي دارت وعصهر رأي هبين ك واسدة عادة العرب يدقن كمسلمين بل بيت رصدان بل لو حيد لطا هبين ما لنكا أربعة أما خميس يجمع الليلة هذانا هبين كيسي غير أرتيسو حصوه الرية هبين كيسا قال دونا راري هبين ما رارتا أصوه الرئيس سموكتي هذا محان كوش الرعاو عاو إنه خميس بينه طاي أدان مسلمين عربنا قالنا وحيو طاي أربع Wednesday night بيقول لي معاه Wednesday night يا حلو كيف الجرا وكان اثنان ده بيرت ونس دي شري ايت اما ما انت ايت وين ما تقرح تدع لو كلت طيب هذا سبت تشوغي فريدي نات كلي وورر معايا ضرارته دي ما هبين كود وحا هريه ضرارته صور ريس وركوا فانتي اول ما دوك عشان ماشي لو ما هي إن أنت مهم وحنك الله ورجع وحال لابتوك لمن كان يجاور معه وذلك الاعتكاف هينا نبقوا والا لابتين طبعا قد حي الاعتكاف هنا ثم إنه نبقوا أقام في شهر بالبنة هذه جاور اعتكاف فيه في الشهر تلك الليلة هبينك أسو قد يسيب اعتكافي التي هبينك أسو كان يرجع فيها أولا بنتر لقد محايد إنه طبعا قد حي نبقوا اعتكاف كوي طبعا اعتكاف قالوا لباتنك مالك لباتنك قلب كي سنة وكبع اعتكاف سنة باي مسلمين الله اعتكاف طبعا كده مركي اللي قاري حلو ونبي اعتكاف كبع حجري يقول قيسو كل لابن حجري صحابون يقول قيسو كل لابن حجري بو نبي وخطب الله استاق واسبدل كمركو يميد نبي وقدر الدونه طبعا كده منو اعتكاف فخطب الناس ومدبوا ونقاضوا من غنوه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها هبين كل لابن ترى النبي اعتكاف كديستي او خيمه دي سكو سي جيره مساتك او دخ دسنيد ما نقون فخطب الناس ومد بام حاضري فامر وحو امر بما شاء الله وحو ربي دون انه فر وفر ثم قال سبحانه وحو يلي اني كنت اجاور عاده هذا اهم وحان احد اعتكافه هذه العشر طبعا كان دحان اعتكاف جري ثم بدا لي وحائي موقتي او يغ سو كردي أن أجاورنا اعتكافه هذه العشر الأواخرة طبعا كان ضمننا اعتكافه إذ موقتي أو ننكبه اعتكافك ومركا لا تنبر أي نقط فمن كان اعتكف معي نينك إلى اعتكافي أنيغا فليبت في معتكفه نينك طبعا كور إلى اعتكافي هل كي ساجو مشو كو اعتكافي كو شو تلاسي جو طبعا كان نوان قدر إناي وقد رأيت هذه الليلة هبين كان ان رادين ان يبان اركي ليله القدر كا فانسيتو والي اهل منسيه فالتمسوها كراديه في العشر الاواخر طبعا قد بك دون دونا في كل وتر تركا ستو اسدير كفيريا وقد رايتن وحان كلون اس اركي اسجد انا كسجوديه
في ماء بيو يوطين الضوبو حبين ليلة القدر واجي كبريان صلاة صبح تكذي أنا الضوبو كسو سجودين أساركي وعلى مدى علوم وحيليين على مدى ليلة القدر كو آد بأبدايين حبين كنو ليلة القدر على مهل لو قرطو آد بأبدايين نبي قانا تلمام عليه الصلاة والسلام هسا آتي انت بضان مركي كو دافت كدبا لقرطا مركو واو بريو ee ku dhaaftaba in baa lagu baraarugaa inta badan xal ilaa toqdar ahay marka waa hawl adag wey qala abu sa'id wuxuuri radiyallahu ta'ala anhu mutirna laylata 21 habeenka 20 iyo koobaad ayaa roobnooday fa wakafa al masjid masjid kibaad darro rimayay masjid nabi maxamed ba roob badan to ku dhacay ayuu biyo celin waayay فوقف المسجد مسكي وقدر الرمي في مصلى رسول الله رسول الله ماشو كنت كان محراب كيسي ماشو نبي استاجي جيره مركو مد تجني ايا مرك قيدين قد كان وكلم مساك نحن حن ملهاين تيرن با كو دغانا افرت نعب ووسنا ويا دنبا اولا محراب كلا بلاباي فنظرت اليه مركاس النبي فيري بوري سبحانه يا يعني فيري ابو سعيد هاي وقد انصرف اصوك كسلام النقص اما كقدومي من صلاه الصبح ووجه سنه مبتل لقوي دينا ضوبئيو وما انبيو نبي محمد عليه الصلاه والسلام لتواضعه هل كيف كنت كذا كسجودي وجهي سي شرفت لها ايا وحكم ولو مكو سلام نقصي وصوم بشير نسو فيري ضوبدي يا ديقادي وكسجودي وكنت كذا يا بيه بانبي كدريري سنكي سي وجهي سي انا البخاري حديث كان حجيستي شيخي سحمد وكسو قوريي ان ايسان دب لهين إن مال دوباله أما شيء حائل كاتي يقول لك وجه لغو سجوده أما وجه وحكو ساري سجودي كرتو وواحد باين لهاي سيدو كالي مال هباس لما بور لها تكو سجوده دربين على سكتر تنو قرور حي هباس كي عيدا على سكتر تنو لديستو نبي قا وقا ديلا تيرها نبي قا تير لها وحكا حرق بضان مجرين وحكا قروح جعل مجرين نبي قا حود ديستي إنا نبي لهاين تواضعا لو ديستي دربان الله مسحي رجل دربا يسرتر هاي او شاما في عنو حميد البخاري مارين شافعي ضو تشيدي وشرط مركز سجود سو تشيغاد انو فيدية او شيء حائل وكتيدة يو هادي روكا يدين دحين يو حق انه متصل بك وكرا راعي عمود هادي شارك هادي يو قوك هادي لقوم سجود كرا اللهم قول المويه شيء هادو متصل يادي وكرا راعي يتحرك بحركة المصلي لقوم سجود كريد هادي إذن وحال السجود ورس النبي سجود وضوء الراعي وبيع الراعي ما نقول ربنا النبي كنت كان يصادر يا ريس هذا فجر كايد كمان الترين شافعي كجواب تأويل كان نو كله فني حديث كوسط كفيري اللي هو شافعي وحدث النبي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد داروردي عن يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد هذا ثم رئيسين عن محمد بن إبراهيم مركز دار ورد ومتابعين وذات كيكور رياها بكر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان نبي محمد با اعتكاف في شيري رمضان قديسة العشرة طبنك التي طبنك سو في وسط الشهر بشبر طمه يضعه وساق الحديث حديث كيبو كحية دار وردي بمثل حديث بكر وكلا غيرها سيشانه قال وحيلي فليثبت في معتكفه نينك الى اعتكافه تبنك وري تبنك دخ الى اعتكافه هكون نغادو هجو مشو كو اعتكاف فليثبت كسغنا تيورنا ما هي اهيد فليلبث بي بس فليبت عفوا فليبت هبر يي اهيد ما البيتوتة هبر يي هسي جوغو تنا فليثبت من الثبوت هكو سغنادو اسكو معانون با لو جيدا هلا بريو يا هلا بوسون هلا كيان يا هلا نقولن هو معنى هذا وقال وحده في روايات إنك دار وردة وجبينه نبي قد فوردي سنة ممتلئ أنا يكب وحده طينا إيوة ماء بيو شافعي أنت نوحدها وكان نبي قلت لك سوا في دناية رفورد وحي اللي قد يقاري ها وحي لقى سجودنا ما جبينك هو جبهة فرق بين الجبين والجبهة هذه من حيث اللغة واضح لكن ما كان السجود هاي جبين يجف الله ما كان صارك هنا فانتين بلاتا يجب هذا وهل كان برتا مهلا لقوي جبين كنا وكوتك
meesha laga sujuuday labada dhinac ay dhawreysay kuskuusan dad qaar ku soo yuucan samayda arag taasa jabinka la yidhaahdo ma fahantay jabinku waa labada gees jabhaduna waa bartamaha meesha yar diisan ee inta badan dadku ay ka sujuudaan yaa jabhada la yidhaahdaa meesha salaanta halkaas wey labada geesna waa jabiin marka shardigu waa halkan bay dheheen jabhada in laga sujuuda xagga ma ah warka ma fahanteen nabi maxamed jabinkiisii baa buuxaa dool dhafuruu buuxaan halka maxaa banayn in la isweydiiyo baahan tahay taawiilka ma soconay maxaa ka riwaayada horaaba ku sheeg jabhaa wajhu mumtali'un mubtalun tiinan wa maa'an yacni qodqod ka noocaasa ee shardiga wajhu waa inuu faydnaadaa waa inaan maro kula soconin waa inaan tiish aadan dhigin waa in aad facility aadan dhigin waa inaad xumaad dhiganin shay kula dhaqdhaqaaqay waa inaadan ku sujuu howlahaas tafaasiisha waa war shaafici wey kitaabka rabbigeena laga helay maa nabi maxamedna kama sugno cibaadadkana marka ummadda loo lagala hadlayo laguma adkeeyo tashadduka noocaasa culays badan buu keenaya nin muslim tukaday oo salaadiisa ilaaha darta u tukaday wax rugniya ka tegin yo wax laga warkood inaad dhahdo saadu kaama asix maa yeelay cumaama dhaqdhaqaaqaysa bixarakatikaad ku sujuud sujuuduna waa rukni ma arkaayna salaa haddaba ma dhammaystirmin ka kac wey salaadaadi irjic fasalli fainaka lam tusalli hawsha waxay u baahan tahay daliil xoog badan bay rabtaa dadka cibaadadka laguma adkeeyo وحدثني من باب الدلال اسكد او ادو حتى وافي عن تاي دي ادو او دداليه لكن صلاه عمل مسلمين اد كبريسو اجتهاد كذا او دليل لهي ومشكله وحدث محمد عبد الاعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي حدثنا عماره بن غزيه الانصاري قال سمعت محمد بن ابراهيم عماره ومتابعين يا وداديه كوري دار ورد يونيكي كسوري بكرها قال وحولي سمعت ابراهيم محمد ابراهيم يحدث عن ابي سلمه سو كتبني حديثك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله رسولك الهي اعتكف العشر الاول من رمضان روايتك هو روحك جري كلي نبغو انه 10 كدخه و 10 كدنب اعتكاف 10 كرو 10 كدخو اعتكاف جري واقي دنب 10 كدنبو نبغو بدشي مركي لا توسي اني ليت القدر كتهي 10 كدنب riwaayadana ziyada ku jirto inuu kaga hore u ictikaaf jiray 10 ka hore ayay hadda keentay thumma inta kadib ictikaf al-ashr al-awsata al-ashr 10 ka al-awsata ay al-awasita in la yiraado ayaa ku fiicnayd al-awasita wal awaakhir la yiraado maxay yeelay illa habeena loo jeeday fi qubbatin khaymat bunaw ku ictikaafay 10 ka hore u ictikaaf jiray kadibna 10 ki dhaxu nabigu u ictikaafay fi qubbatin khaymat bu ku ictikaafay turkiyatin turki loo nisbay al-qubba turkiya wa khaymada iyo teendada halka albaab leh teendooyinka carbeed asalkoodu laba kadin bay lahaan jiray ama ka badanba mid laga soo galo oo hadii irida lagu istaagay mid laga sii baxaba ilaa niman dagaal u joogay ahaayeen khaymada hadii irida lagu soo istaago ducdaasad ka bixi hadaad rabto ama xagga dambabaad ka bixi ama ducda kalaad ka boodi haddii laakiin sidii guriga intii loo dhisay la adkeeyo la habeeyo hal albaabna loo yeelo waxa waa qubba turkiya atraktaa sidaa u dhisan jiray meelo qabow bay ka soo jeedaan marka dhogor xoolo wax laga sameeyo ama dufu laga sameeyo bay adka hal albaab u yeeli jireen nabi maxamed baa marka khaymad qubbada uu khaymaa loo jeedaa khaymaa uu ka dhex dhistay masaajidka oo ku ictikaafayo oo hal irid leh halka dino laga galo في قبة بنبي كل اعتكاف تركية على سدتها الباب كذا وحا صار حصير درين سدد أصل كذا وحاوي جلدا أما طاش كقول قدولتك سلقا دست دار قول بعض السن أما دار بعض لي ذاي ما كان لقب حدارتا برنان كاسو كالي مير جلو يرداش ويوردياش أما أدو أتكفر يتسطو أتكاكش يكيسون لحرصدو طاش كالحرصدا سدد أصل كذا ليلا ذا guriyuhun waa lahaan jireen darsooyinka ka baxsan guriga ayaa sudada la yidhaahda hadda laakiin waxa loo jeedo waa albaabka albaabki khaymada calaa sudatiha albaabkeeda waxaa saa yani maxaa teendadi maxaa albaab looga dhigay maxaa daah looga dhigay maxaa looga dhigay darofkii wax qarinay xasiirun darin baa looga dhigo dadka ishiisa lagaga qarinaya qaar nabi wuxuu qaala saxaabiga fa akhadha alxasiira
داهي بسدا نبغى اسكا قبت درينتي بس اسكا قبت اما جليه وحتى ردبا بيدي قعنت في بكو قاضي فنحاها وحو ديريو فغي اولاباي في ناحيه القبه تندادي حقيدي وات ما كل رميو ساسي اورغان داها كدبنا تندادا كركدي ساراي اما ديردا كركيدا اما هوري كركيسه كتورايا اما دنا عاصي او كتورايا هدون ولا سودين هدي لو باق نبغى ساس او فغيدي كدبنا يريدو استاغيو ثم طلع ثم أطلع الرأس وما يحسبه سوبه يمركود ده يسكف يدي فكلم الناس وما ديب الله الله فدانوا منه نبي قوسود دواد مكله الله هي نبي قوسود بس هذا الكسوم ما إلى مكرفون الله ما هي فقال وحنا نبي في خطبتي إني اعتكفت العشر الأول طبعا كهران نبي اعتكافي بور ألتمس هذه الليلة أنا هبين كان رادني غير تقدرك ثم اعتكفت العشر الأوسط طبعا كده حاضر اعتكافي أنا أرهدني طبعاً ليلة القدر ثم أتيت وليمت فقال لي وحاليو نبي محمد جبريل باقي مرهاك العديسي جبريل باقي صور نقض النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتيت وليمت فقال لي وحاليو إنها في العشر الأواخر ليلة القدر طبعاً قدام بيكو تشيرتاه هذا هو مسلمين فمن أحب قفك على هذا ومنكم إذن كيدن كميدا أن يعتكف إنه اعتكاف الدنيا فليعتكفها اعتكافه وسوة اعتكاف كيسوهي فاعتكف الناس معه وتذكر طبعاً كده حنبي الله اعتكافه يا طبعاً كده ما الله سي اعتكاف سبحانه لس إن قادم مثال كنا اعتكاف كنا دوان قاردون باب قونيه وإن مسجد كنا ذا بنية العبادة اللي قلنا قال قال وحول السحاب النبي يقول وإني أريتها وحالة تصي ليلة وتر إن أيتها بين ترى إصدار هبين وتر ونضبان أهين وتر ترى إصدار كسيجا أما متحن بالله إذا هذا إن كسوت ترى متحن ترى كسي على كردوه أف صومالي قام كلام مري حساباتك عربتون عدد أولي أي فرد بيك لا يدهدان ويكل دوينها لبض وإني أسجد أنا وكسجد بالله كسجد الله يتوس صبيحة واجي كبري صبيحة الليلة القدر وي في طين ضوبي وماء بيو إذا هبين كهرئية صباح إذا ضم بيساد فأصبح نبي حوا بريس من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح نبي حوا بريس هبين كلا باتن كوبات صو صلاة أقعي فمطرت السماء هبين كي عرق الروبي فوقف المسجد مسكبا قبل يدره الرمي فأبصرت الطين والماء روبضي يبيه نبي الشيخ بان كؤر كيب وردان أبو سعيد أهي نبي قا وشيكيس تقديم تغيير بكتر حديث والقرن إسان فخرج نبي قاب حي حين فرغ من صلاة الصبح حلو وكفر حشو لما صلاة الصبح وجبينه سكر فورديسه يا وروضة أنفي يسنكي سفيقيسه فيه مطين أيضا وبكوت كيالان يا والماء بيو روضة الأنفي وسنك إربديس الكاس في قناة صور لبن با يا رضلي أرنبنا والي هذا أرنبا يا روضة والي هذا نبي محمد دفور كيس أموتش كيس يسن كيس بوحانكو أركي بوري أيوة بيئي يضوب كي ألا وإذا هي هبين كاسنا وحاوي ليلة 21 من العشر الأواخر هبين كلا باتني كوبات طبعا قدما كتر سنة أبو سعيد مركز وحو مركا آد وأركا رياد النبي محمد يوحو أركا مركو إسوا فتشي ليلة القدر إنا يتاي هبين كلا باتني كوبات صحابة كنت قي تابعين إن الله باطني أفرت الطاي الله باطني الله بدت الطاي الله باطني لحد الطاي الله باطني سديت الطاي إنه قلت أنا أذكر سطير أحاديث بان قط ميت بق على كلام فيها مركو حوي باشو بالي بضم بين قط وحدثنا محمد ثنا أبو موسى البصري قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو العقدي حدثنا هشام يعني نبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن ابي سلمه قال وحول ابو سلم تذاكرنا ليله القدر وحانو كشكيسونو كهاساوني هبينك ليله القدر ك اذن تابعينا مركز هذه اصحاب ديان ويدينا فاتيت ابا سعيد الخدري ان اتقي وكان لي صديقا صاحب ونيئها ابو سلم وحولي صاحبا كدغني ابو سعيد باوين لكن ما دام اي مدينه اسلت جوينو نمن انصار اسليهين وحاوي حلفا ونصبا ابو سلمه بن عبد الرحمن عوف الزهري وقرنا يسعد ويا لكن صو انصار بكتر صناع اسكا كل قران بحجري ايضا وحوي لصاحب ويها
وننك صاحبك تسؤال بدن بد ويدين كرتا ودن ويدين كرين ضدك أجن صاحب هذا هاي فقلت وحنقول في رجوب النبديس سؤال قي حنا ما ويدين الحوا ورطة ملاطف وصمينا يا والحوا نصير ورجنا إن كانوا كدبنا نصوشة كيسنو سؤال مركز طيب وحنقول يبر ألا تخرج بنا إلى النخل ما يقولك أنت عن تمرت بيرها تمرت صوير عقاني ألا تخرج بنا ما نسارتك إلى النخل فنتحدث رواية البخاري عن شكاي سند حيوان صوها صون والمران بيرها تمرت سنة مدينة وضح في الدنيا بان دالي بل أن لصوه لقبحنا هناك فخرج أبو سعيد باصوبح وعليه خميسة أصوه قوته وعليه خميسة خميسة وقوة مدو بردمها له بردمها قدمان درك وكساء أسود له أعلام سو جيني قارسنا وقوهوان أي صوبحي فقلت له حنكوري مرك عبارة عن شيء كسنون ملي بيرت الحق أدني يعني سؤال شان ربي ويدي كل سبودة كل سبودة ما هي سمعت فقلت له حنكوري سمعت رسول الله رسولك له ما قاشي صلى الله عليه وسلم يذكر أسوق الشيء يا ليلة القدر سو كشيء كان ولي ما قاشي فقال أبو سعيد نعمها اعتكفنا مع رسول الله رسولك من الاعتكافنا العشر الوسطى طبعا كدحى العشر الأوسط تنا كفي عن من حيث حق التأنيثك التذكيرك ومن رمضان طبعا كدحى النبي قال اعتكافنا فخرجنا ونبحني صبيحة عشرين لبا أرورتي لبا تنات بانو كبحني اعتكافك إنا كبحن آن رمني يعني فخرجنا إفارد الخروج إلى نبا أديد دونه صبيحة عشرين أن كبحنا نضم عليه فخطبنا رسول الله رسول كيف أنه خطبيه فقال في خطبته وحيري إني أريت ليلة القدر وحال الله يتوسيها بينك ليلة القدر كالله يتوسي وإني نسيتها أرغن واه المامي أو إنسيتها موالا يهل منسي فالتمسوها كثر هذه وكدون دونا في العاشر الأواخر طبان كدن من كل وتر تركز تو إسدير أم تحانا موتر كر هذه وإني أريد وحاق قولة سبينك على ميسا كمدة أني أسجد في ماء وطين أنا أكون سجودي بي يرضو فمن كان اعتكف مع رسول الله نينك لا اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كده فليرجعها كل أبطو في اعتكافه ميشو تجوغا كل أبطو هسيوة اعتكاف طبعا كده قدر قال عرف رجعنا وان لا بني وما نرى في السماء قزعه أنا وحبك أركين واحد ضرورة قزع هذا وضرورة يرى علك لفت سكودا جنب قزع هذا الليل هذا قطعة من السحاب وجاء سحابة ضربة بتميت بق فمطرنا وأنا الربيع ربا فكلي حتى صار إلى دعي سقف المسجد مسك سانقاف كيسي مسجد سانقاف كيسي إلى بيه كشوب من أيو ربك السعودي وكان سانقاف المسجد كنا وحوقها من جريد النخل تمرت الله مه هذا لوجد دقي تشينقت لوجد دقي أما لوجد دقي تشيلي لوجد دقي وأقيمة الصلاة صلاة صحب الله أقيمي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين نبي قو حارك كل سجود إياه روب إياه بيو إسكتشره قال حتى رأيت إلى أن أركب أثر الطين في جبهته أنكوارك روب هذا النبي محمد ميشو كسجود أما كل سجود حديثك بسعد رغضي سعاد بأبدين دونا إنك الله إله هذا مسلم كذلك البخاري سيدا صويا لي وحدثنا عبد بن حميد إذن لبا السبب هو حديث ورنا عن قصه مرة هذا حديث كيمد أيا الله شيوح النبي هل ما مكلا توصي هل ما كورت خير بينوها والنبي قال إنه شو عسى أن يكون خيرا لكم لكن لبا السبب الله شيء السبب وحوها مركا نكون ريوضان وريد كتيرون لما يسترنا بيرير كي قيب كمدة التوسيين مركا سن هل مامي وحكى له إيمان دونتا أنا كل يوم أركو حسوسون ربعنا يدين شيءه يا وحمد الله كجوري كم قلا إلا بنو دود يو صحابه دجال الله ماي أو حس كويس أنا حقي جيسي وكسين ما أنا أكله هذا الكل تك تاجي ياي وأنك بقى إني إزدان ما بقى أبحي أو كلا قبط الله كلا هاللي كدي بهوش هم كوكون مشقولي يا له المنسي إلا مسكح هذه أتيشن كان الملك له هذا هي كدي منقوا والهالمنسي وحكو جرى مركة جواز النسياني على رسول الله فيما لا يتعلق بالتبليغ نبي محمد وحال ما مكر وحال ما كوكب النايا وحان كل قلهين رسالة قادسين يدين تمدين لقادسين تأيضوا
حتى أصوغ دوها الماما وهل حسوسينية واجب سارنوي محايا لك وحي وقصاب صن أمور توجودك إن أمانة الدين لقارسي أن كحرنا شرنا دين كنا هو هاين إنه نبغى هالمامة كرايا كجرته وحاقل كجرة شيء كلية هل شيء هل شيء إنه الله بصاب يلنكر وإذا دوا حكو جمعيين الله بقى أرهبط من نبغى سكودر مطي ريضا وصعوتا أون رمانين هير كيسي باتوسي قيب كمد دمركي باتوسي كدبنا توسي دوستوسي وربي إنه سوء ألا إنه شيئنا وحب مغلي فقو اسكو هيا بنا كود دقالنا لابد أسا إسراعي كدب نبي قوة لها المانسي وعسى أن يكون خيرا لنا سيداسوي. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند أخبرنا أبو المغيرة عبد الرحمن ويصقونا حدثنا الأوزاع عبد الرحمن كلاهما عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد بكتب يوم وذلك معمر إيو أوزاعي نحوه وفي حديثهما حديث معمر والأوزاعي وحا كجرة وان كجر الرواية ظهرها تصوم رئيسي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف نبي محمد بارك حلق وصلاة كبحي وعلى جبهته سوى وجه سؤكيال وأرنبته يسنكي سفيقي سا إربدي سا أثر الطين أرنبته هذا الطين صمرتين روث القصوة المامي وماشى سنك فيقي سا دوبا وإياه اللي جادا إنه معانا هذا صمالنا سنقرر ما سنقرر انت انك الله انت دوبان انا ايما دوبنا انك او دوبان طيب اقا الله اي سنك في ديزا هذا دجين ايزاني ابو انا اي لولودو وقيبت هوسي لولودو قيبت هوسوي لولودو وقيبتان هل كان هوسوي قلبك كروية قلبك كروية عارضة كداية سنك عارض دي سنك داية أما في قيس حدثنا محمد المثنى أبو بكر وأبو بكر بن خلاد محمد كثير الباهلي وهي قال حدثنا عبد العلاء ابن عبد العلاء السامي وهي حدثنا سعيد يعني أبي عروبة عن أبي النضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال اعتكف رسول الله نبي محمد با كنا قادة مساجدك العشر الأوسط طبعاً كالدحي أي الوسطى ومن رمضان كالرمضان كمذا يلتمس أسوق الرادن يضلب ليلة القدر أي موافقة ليلة القدر إنه كب يقمو هليله ليلة القدر قبل أن تبان له إنت الله عضين انكهر قبل أن تبان له أبان يبينه مركا مجهول كيسونا دو أبينا يبانوا بالأرنيس قبل أن تبان له إنت الله أن تبين له بين أي أبانا وإسكم لبا فعله إسكم معنا أوي قبل أن تبان لو أنت لو عضين إن أي تهاي تبان كدم ب أي نبي هو اعتكاف تبان كدح فلما قضينا تبان كدح مركي دم هذا أمر وحفر الرب نبي عفوا بالبناء تين ردي البناء وقبة الطمرتين مرنا خيمة ليجري بناء هذا اسمه بوفري إلا الدمية ولا فرتين إلا فرفره فقوة دوال الدمية ولا فرفري تقويض كوانا شيء قد سناء فرطود مثال لي هذا فلما انقضينا طبعا كده حمر كده ما دين أمر وحود نبغو أم فري سحابة ديسي بالنقد أو بتقويض البناء تين هذا إلا فرفرة والجوع ليه ماشي لقى كان فقويضة تين بنيه بالله فرفرة أو تين رديء ونبغو اعتكافي ثم أنت كذب وبينت له نبغى لو عدي ليلة القدر كأنها يدو إنا في العشر الأواخر طبعا كده ما يكترت فأمر وحود نبغو فري بالبناء أي بعيات البناء إلا سوء عليه تين رده سوء عليه برته كسوء عليه فوعيد برته بالغرد سي وكسوء نبي كسوء عليه ثم خرج على الناس تذكب أصوب بحي مركو حسب الدلان برشنك وحران تاي ومن ورك هاسو قيسو محل قدوان آتان إلا قد إذا أدمضان تاي ومدن قد دوريسو وحي اسبدل وانا أشيكت أوتر أمضى يسيدا يسيدا سيهايد تاسا إنو كسوء عني أو يسوء كرني سوق بالنماء وحلو فهم ودك حقوشكت طيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحول أيها الناس دغو إنها كانت أبينت لي ليلة القدر قصده وحاوي
كانت أبينت لي ليلة وحالي عديي ليلة القدر هبين كيتهاي وإني خرجت وان صوبحي لأخبركم بها إن هذه الشيء قدرتين فجاء رجل الله وإن باي من أنا وصوص عضا أمك عيو ربينا نقولي كصوبح يحتقاني قرمي يحتقاني أي يختصمان دودية نقول بحق بوش كل واحد يدعي أن الحق له كل واحد يدعي أن الحق له أنا حق لي أنا أسكلم مايا أبو الخطاب مديحة الكلب أيا الشيغي ننينو عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي ننوها كعب بن مالك وذاتك وحوي كتابك سأل العلم المشهور حالي دين شيغي وحوي لبضن سحابي الدودية النبي أوك لقبتي صاب أن أنقضي إن لها المامة ليلة القدر وحيك الآيين كعب بن مالك الأنساري يتقرن إيسان يا عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي أي آيين الملقم باكسو قوري في التوضيح كتابك أنا قرنت وارنتي حافظكن وسوق في عبارقة وحول لك عبد قدري ولم يذكر مستندا في ذلك هو شيء ما هو عسكري ما هي نويد أنا هو عسكري أنا دون دونه وان واي بلدي كل سورة هذه لكن وان مؤرخ وآديات وأقوم بضم ويحق ولي بخات التواريخ دي أنصابته هذا وفي عن إن قصدوا أولي هاي مجهزات فربضين التهويلات أولي هاي وذلك أي كنت همين بقى أي كنت همين أنه يضع بعض الأخبار والأحاديث ورقوا الإسقلها إياه فجاء رجل من نبايم يحتقاني حقتمها يؤدوذي معهم الشيطان شيطان الله سعوده هذه المرة دي اللي دوضة ديت من المجادله يمرنا يقرع شيطان وديار فنسيته والأهل المنسي شيطان مشو يمادوا ملايكته وكحاك أنت ملائكتي هوش ودي هوي شيطان ماشي كده حق جوتي خير كدب اللعلي فالتمسوها في العاشر الأواخر طبعا قد بكر هذه ومن رمضان كمدة التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وهوش هذا التمسوها كر هذه في التاسعة هبينك السجالات كر هذه ولا بتني كو في التاسعة لا بتني كو نتفهم أنت مرقى معناها حاجة قصوى الترنيس جدال كسو التريا سقال كسو بالله هبين كلا تقول كنت محن غنية سقال بون غنية سيدا سوي في التاسعة حساب تدك متقنا وحسابي يغني صحابة عرب واقو هذا والله سكال ما قرماد صوق شيء بيش سقال كذي بكله حوجة ده لا تدك هو كذي هذا هو دوريري هدي في التاسعة كر هذه يوصى السابعة سبعون واته صدح اللواتنك والخامس أنا خامسة يدمر كوي ويسكيني سواشين اللواتنك قال وحرس حبي وقلت وحان يا أبا عفوا قال وحرس يا تابعي قلت وحان إلي يا أبا سعيد أبا سعيد نكرني وأبو نضر هذا الله سعود هذا يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا ماشان ترفهم بيبهان تابعين ويقرتين إنكم يدنكم أعلم إني كان نوعه قال بضان تصحابتهم بالعدد الترضى قابك يسكوك ويسير قابك الله حساب منا أنك قال أبو سعود أجل ها هؤلاء هؤلاء ثامي قرتين دنكم ما قضال بكت مادين وإذن كوي إنها حسابنا أنا كان نقان نحن أحق بذلك منكم يعني فهم كنا نحن نوحوا تاسع كوضه يا سابع يا خامسة أنك أهو قال بضان وشاهد يرى ما لا يرى الغائب وحي وحلق الدغي نبي قوه الله وحبضن بعد مركز ولادك هور فرده أما حاجة أجوكتو يتفهم إيسا أن هذا اللقو شيئين هذا الوحن لقو شيئين أن ويرد لقو شيئين بعد أركت الروح يقاب كسي دقن كسي يقاب كوالا تفهم إيسا قرائنت ومهين صدرت نقل ورنجري نور الدين الموزع وحويري في تيسير البيان أحاديث القرآن كتفسير كيس صحابه هذا يسوق قرن لهين قراء أنت اللي سعتي لما اختلف اثنان من فقهاء هذه الأمة فقهاء المسلمين اسمه يسان خلافين هذا يحادث ذاك يدعى أول بسوق قرن لهين ملابسات كذي قراء أنت ذي وحي كحيرا إيه حاجة عضين لها قرم حاجة وقال بلودي بتا مساء إيه محوغال بلودي بمز لودي بتمزه حاجة يقان معيدا زمالي حوغال بلودي باي من حاجة يقان وقر قيدها كهالله ولقي باباشا حكومة شري
oo hiiradu halkaa joogto timo cadaadeen dhahas daba dhigay oo guxusha ah miya garta loo dhiibtaa mise waxa loo dhiibi xogogaal goob joog ah xogalko musiibo ashaydu yara ma la yara alghaib marka anaga idinku ogaal badan macallinka ayaga muhammad aleyhi salatu wasalam wuxuu ka wado at-tasi'a was-sabi'a wal-khamis طيب قلت محارم من هضنا هي تابعي ما التاسعة والسابعة والخامس هدو أركا إن سابع تاسعية تاسعية سابعية خامسة بش بالله يدوي هدي حساب عادي قال لها الله إن حسابتي بالله لو تشدون طبعا كتم بالله تشدون وفهم تابعي لكن هذا عمير ورقة شوف قرنوا قال وحوري إذا مضت واحدة وعشرون إذا مضت واحدة وعشرون مركي تكت إشكالك أو قدرنا واكات ماشي تقين لي ذنب الربا إذا مضت هضي تكت واحد وعشرون لباتلي كو هضي تكت فالتي تليها تكحك توحاوي ثنتين وعشرين وهي التاسعة تكحك توامحي والله باتني اللبو أيضا التاسعة فرقات فانتي مركي سيدا إشكالك حد كقبحي بيشو صدمت كدقيس يا الله أتريكو نقرس إشكال كادوات فانتي أدان أدان الله فبحنين لا فدون كشيكو نقرس إذا مضى ضيتك واحدة وعشرون لباتني كو هضيتك فالتي تريها تكحكتا ثنتان وعشرون بأصل أهيد لكن هذا ثنتين وعشرين أي ليلة ثنتين وعشرين بالقدريس ليلة كو قدرا ليلة ثنتين وعشرين وهبينك اللباطن اللبات وهي مدى اللباطن اللبات بانا التاسعة سقالة أو بيش صدن كردقي حقا نواتك صوترين صدن لباطن السقال سديد لباطن سديد لباطن اللح لباطن الشن لباطن أفر لباطن سدح تنواتو مركة أوكوكا ساسين قنيس حدنا وحده فإذا مضى 23 لباطن يصدح مركة يتكت فالتي تليها السابعة تكون حكتنا و وابينك لباطن وعليك الضباط وجد لباطن لباطن يصدح يكون قنيس فإذا مضى 23 فالتي تليها لا تأفر من غنيس صدنا تكاد بما مشو حق صوت رنم حين غنيس لواتنيو لواتني أفر السابعة لواتني أفر بين غن هذي بيشو صدنا نقطه هذي بيشو لواتني سقال نقطنا وحين غنيسا لواتني صدح سيدا سوي معنو وجد السابع فإذا مضى 25 أسوي عند البروح وليه هاي ليلة اللجوء شيقي والليلة المستقبلة مع ليلة الماضية سوى فتشي ليلة اللجوء ليه هاي و و وتيلا واتني صدحات أمراتني شان والليلة المستقبلة يتي تكتي ما وحتى هي وحوجي إذا مركي ما نقول ما هذا هبينك سويحي قا أيو حساب سنية فإذا مضى 25 لواتني شان ما كي تكتو فالتي تليها الخامسة فالتي تليها الخامسة تكون حكتا يا خامسة أو لواتني شنتي لواتني شنتي هو بيش هذا يتوم منتنا لواتني اللي حبيك أنه غنيس هذا شنب عفوا هذا يصدن كل ما تحكي أنه غنيس لواتني اللي هذا لواتني سا كل ما تحكي أنه غنيس لواتني شن تام بالي العلنية وقال ابن خلاد وحوري مكان يحتقان وحكوب بدلسو يختصمان بكوب بدل يختصم يحتقاني حقتمية دودية وأسكن معنهم لبدأ صحابي هالنقد أما لبدأ صحابي وكل هالنقد ولا اسم له شاهدك لحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشم المروزي قال لبدأ وحيد هذه لبدأ الشيخ حدثنا أبو ضمرة واسمه أنس بن عياض حدثنا الضحاك بن عثمان الأسدي وقال ابن خشر من عن الضحاك بن عثمان بأسوق يده حدثني الضحاك موسى عن ابي النضر هذا الصمريسين وذاتك عفوا من الصمر وحط صمرت ابي النضر صمرته عن ابي النضر سالم بن ابي اميه مشهور مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد المدني عن عبد الله بن انيس الجهني نصبا الانصاري حلفا عبد الله بن انيس الجهني
نين ريبني جهينوها دالا شأهان لكن دقنان انصاريت و ريبني سليمكو أحليف بو أها أيغانا كتر سنة أدو قيبنا نبقو أشعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنك نبقو أدري جري كلي أسوكو عيدا كلي وقدر بعثه النبي صرية وحدة نينك الله دروي كلي نينك خالد وسفيان الهذري عيدا كورني عرنا أما عرفين نبقو نمباس با عيدا مكو نبقو مكفر تكدب وحولين سوق قبا قبي يا ونن عدانا محمد مير صار إذا بكورنا يمل عرف أنك ديري نبيك على سوق مدينة شو أما مر كان بكو كل لقطي إذا ندي لدرني كدرين بقاد وديار جروب يا نن دلاء ومصيبان هو نن هل نبقدر كل جي بقدر عونن كاس أنتو سن إذا أورورينن سو عرطان داري ضرب استباقي وقرف حنا بيعلو إيه تلمع نك ما قانه حور تلمع أو بانه عروج جوجا إذا مضمة يا مركان ده باب كوسيسو ها شرعي أكاك عدون شرعي أكاك عدون شرعيو سام بلغة شيء دونا حنا بقى الله ولي جي من نحيني ولي ذي بعثك بالحق ولي جي بن آدم كمهي بيسنبو نين نحمة آهي إيه وحكة اللي يقول تلمع بوانو روح كم عبصدي الله ما كعبصداي قن كي وح مي قان عورتن تتقانم وعلامات نبي أرب سحابي جي وسحابي قاعد حدك ورني سانوسي السعودية بقى وحن كوبي أجمع بقول إني ما أدمد فرس أنتوا اللي جاي أدمد مرودي ومل مل دقة هاي وعكلا مركان كوب حي ولقيت شيء دي باش من أبو الشيعي وأنا سكون حي أنا قدرنا رواسي دي عصر بانا قلي وحن كوب قريب هذا أنا عصر كنت كان إني كان أطقه أنت ضيع من الأحمر هنا أنا بيشوف شيء ده أنا عصر كي قد ضعيف أنا رواسي كوسي السعودية أنا عسر كنت كذب رافقي أبو داود باب يستي باب صلاة الخائف للطالب والمطلوب صلاة الخوف هذا عيرسنا يسويه هذا لو عيرسنا هيبنا تكنكرت حديث كذب باب يست أنا فرز كسارم بان تكذبوا وما كان ركوع قارو ماذا حير فوري سجود وحص بان وفرز كوضوء يرمي دارا يسكدها ما كان صلاة عصر دمي بان كل استاجبوا هذا هيد حنا يبون نعربيض ومقلين عند محمد عيدا قدوم يسوع عيدا كمن نقدان ربا ورسوله بوري أذكر اللي بان جاي حبار ما كان شيء كيسني إني يعني ماذا حق هذا يبوري ما كان هو بصدى إنا ماذا حق هذا يعني أنت عري أن بورف ولا بس أنا هو بصدى نكون نصب حي إن قال يا وو كبر يا يبان فمشي كتري ما كان جيراره هو هنتو ذي برورتو ذي إيو أنا مقلون هو بصدى بان أقاقيبه مدينة النبي محمد كمان سود لي نبي حر أفلح الوجه وارنت صدقت وأكو دايكاس بكورد نبي كحي يقول يجي بكورد يسوس يوشان هيسو ولا سوت تجاي نور بدن ما يحضر من ونيس نك الدلاج إن رجعت كان ما ور ما ور بدن سي زبا نبي قاعد عن تقبت يقول يجي أول بكورد يسي نبي الله محيط هاي محاديس يسي من نمدي والله صلابت تلقي ريبني سالم يكو صلابت حالي عبد الله ور هذا نبي يقول شنو يسوس هذا وش ما نبي يقول يديس بيدا بس كسر دقائقه إذا والنبي ورب هذا متش عليه ما تجد إذا ما النبي يكون نخو النبي الله وعشان محياه عشاني بحنكوسي آخرون ما كذت كي صحابه يمادن مسلمين أنا عليه هو قرطه وقول بكورة أو تو حرقون كل جب آخر كي إيمانية وأقل الناس يومئذ المتخسرون نما يسوس صارن تاعي يا بكورة كنت كبير موقت بكورة وانكو قرن دونا يا هادي جنب النبي وهو شاس هاي ولقي بو أشهين تري مالك ودين تاي سيفتي سيلس عن تري ولقي ما دقيم بس سيفتو كله ودين تري مركو دين تاي وحول كفن كي قال سوقي أشي أيضا هاي كفن كي قال لقلي الله لا حباله والله حبال أهرم حلا صوب حدورا أسو باش أسكو حرقوني سحاب جاو رواد وح الشيء جيان إنه أصو حتى الدليل إنك أها أبو الرافع اليهودي سلام إمنا بالحقيق إنه قاعد نسلها لكن وحال له با إنه كتر عيدا كل لحدة نبقو دري عيدا كل لحدة هاي نبقو دري ربني سال رخز رج ربني سال إلا كعب بن أشرف رب رأوس بدلي رأوس يا أنس يا رخز نمان ترتمي آية إنه وناقي يقبلنا وترتما حدا إن رخز نبي الله نمان كرأوس قال وين بي ملح كريدي شرف بينها ماشي ما انا ومعلان شوقي ما ينو قالوا وحن كدون دورينا
كعب أو كلانين لمدو علوس أو لبكو وهاي وحيسو قادين قال ما أنتم نبي أو قدرا ابن أبي الحقيق إنو سنجرين أو خيبر تشوغا وأنك دغالك أحزاب كقيب قاطي أيضا بضن كياني حولب بحيي أبابو ليبوها رجل حنا بقول الضمي وكتر السحابي كان عبد الله بن أنيس الجهني أمير نحوق دق عبد الله بن عتيق وتقرنيس قعنت مع عبد الله بن عتيق بالها في صحيح البخاري وكترتا أبو يعلى في مسد وحور أصق السحابي كان الدلي هذان رواية البخاري كوي من اللهين نين كان الرجح إلى أنو محي إلي بحال يسيا قاب كيسون نين كان الدلاءها نين كان الدلاء عبد الله بن عبد الله بن عتيق نين بارير أو جابن أولي بأن دو حاجة إنه في عنان أركن أيوها ما ملكي هو جابن تنين كوف في عن بوها لكن دلاجة بهلكا ونين كانوا ونين كلي نبغي أودري نين كلي عيدا قدمها هي مدينة مد جين ملك فوق بدجرا بيرو كلها هبين هبين بمدينة منجري للقيام بالليل والاعتكاف كده مكود ما يستنوا دقائق شري إذا نبغي المال وحنا بالله أنا وبي بنت جنا رمي دنا مي هبين كاستو لي تقدر انا ما ايمان تون كد ما ايمان كرو هل هبين ان كو ورسدو او ثبتين لي تقدر تا ايشك نبي او بر دبي 23 هبين كا قلب ك 22 بمدني سو غلي جيري معتكاف جيري هبين كا 23 حات سعاد فدن مكو توكدنا وبخي جيري الى او كدمن اساس ووداي marka la weydiiyo nabiga ugu ogaabo oranges kaga tagay idinku laa hadda idinka idin taala 21 waa qoshigeena wuxuu ku dhaarantay inay tahay 23 waa xadiidka waa xadiidka marka anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qaala uriitu laylata alqadri habeen kale tuqalka la yitusay thumma unsiyuta wa la hal mansiyay sahabu wa arani subhaha waxaan is arkay arurteedii أسجد في ماء وطين وكسجودية قال حور السحابي عبد الله بن أنيس فمطرنا ليلة 23 وهبين كلوي ونهبين كحديث أبي سعيد هبين كوي من آنهاي هبين كلواتن يصدحات بنا للربيي فصلى بنا رسول الله زور كلاهي بنا تجيي فانصرف صادب كقدوم وكبحي وإن أثر الماء والطين على جبهة وأنفي أصغو بيه الرات كودي يطوبادي النبي كوجي سبارك يسان يسان كيسا يكتالو قال وحور راوغي تابعي وحور وكان عبد الله بن أنيس يقول كيده هو أها 23 يقول وحور جري 23 أي ليلة 23 المضاف كان لقوي مضاف إليه إلا صور ريبو ويرطى وين رضع ذا ألقنا أنا كنت مت يقول وحور جري وليلة وحور جري وليلة 23 هي ليلة 23 هبينك الله بعثنا يلا صدق هذا ويبو رنجر وانا كده رنجر قصة هنا لا أحد يقول قصة هذا رأيدين شيء جاي نبي والله دردار ما ودي بيه هاي نبي قال حكومة وهذا هل هبين أنا وانا سكت دع كرتوا بيش أما صدق النقطة أما الله أما صلاتين سكت النقطة لا هبين كده بو محنا بقى الله بهم متشوي كره مشغول بنا هاي حول بدن يبيري وحباي قد يعمية هل هبين وأقول أخرج بدن تاينة تايلة تقدر يبردو صدق لو تقال له استي هل قاس كنا في بيحجر سحابي قاسوك حدثنا أبو كنبي شيبة قال حدث ابن نمير ووكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه روحوه التمسوا كضندونا وقال وقوحوه تحروا كدلالة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان طبعا قدم بها رمضان كره هذه وكضندونا وحدثنا محمد حاتم ابن ميمون وابن أبي عمر العدني كلاهما عن عيينة سفيان قال ابن حاتم وحيد أصغو حدثنا سفيان بن عيينة ويريه مره عن عيينة عن عبد بن أبي لبابة الأسد وعاصم ابن أبي النجود القاري المقري عفوا الأسد سامع الله بدن وذاري عبدي عاصم ما دام عاصم وحيوه يعني صدوق سيء الحفظ حق قراءه وحجة كوية حق حديثك وكوير ليتاية أي كل ري مسلم عبدك قبطي وهم قرون مركز سقى سمع وحي مغلين زر بن حبيش بين مغلين الأسد يقول ابن أسد باز ضبق عليه سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بان ويديه فقلت عني في سؤالي إن أخاك ابن مسعود ولالك ابن مسعود عبد الله يقول وحي له هذا من يقوم الحول سنة كورن ننكي سوتشي ذي سلاة الليل كن مشقولة يصيب ليلة القدر وهلها وهليلية سنة كورن ننكي سكتك كذا هبه البصوك عليه القدر وأصيبية يا كن مشقولنا
مال المعين أما تمن ضبها توجنين هبي كنا سلطلك نوره إلى بريه يحاتك قادة فقال أبي وحور فهم كوفرس صحابة ويسوقين ويسكور قبان هذا الكوح أجدو قرن إياه هذا البلوغ كين وحد صورة قلما هبل وحاين ويد هذا أظن أركين بديدي هذا الكيسما رقم كيسما فقال وحور أبي رحمه الله عبد الله الله نحرسته أراد وحود دون الله يتكل الناس تكون إذا تلصارا إن هبين معينة أما طبعا كدم به أو إذا كضعيف العباد دون هي وأجي هي ليلة القدر كأني كتيرت طبعا كدم به أما إنه قد علم لكن كل وأجي هي بور أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 وبيجي سوسة وجدة حور وأجي هي رمضان تاي أنصار كنا إسرائيل وأجي هي طبعا كدم به تاي وأجي هي ولبا إن إلا هيك لا تضبط أيتا أبي واصل تنو كدارن شري ثم حلف وارد أبي من كعب لا يستثني أسون سور يبين نمبر دارتي أنها ليلة 27 أيتا لواتني تضبط أيتا لواتي تضبط أسوات واتي مسلمين أبدين أي عامل أبدان تاي يا لكن سحابه أبدين ليلة 23 لح سحابه كسوغان تاي وصحابك هذا ود من عبد الله بن أنس وكمدي ونو البس أود ابن عباس كمدي ابن عمر كمدي ومعاوية كمدي هاي لما عقبة عامر كمدي هاي لما لها مرك لواتين الضبية لواتين صدح يلا تني كو بالله بطاية ولا يلا كو نفبح هذا وحكي لك رواي فقلت وحاني بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر أبا المنذر هو محاط أقول لها رنيسا إن لي تقدر كؤية لواتين الضب قال وحول بالعلامة أستانت من أقول دارتي أو بالآية أما علامتي التي علامتها أخبرنا النوشيق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ علامة محيطة النبي النوشيق أنها قرحته قرحته والسكفها ما هي حتى تورد بالحجاب وكلوي أنها قرحة تطلع إلى صوبع يومئذ هذين كانت تقدرك لا شعاع لها أيضا الآن فلار الله فلار أن الله بصوبع علامه عاد بأبدايهين ما بيقول علامه بلان بوشيغي وحاكمده هبين كان ليلة القدر كوا هبين دقن اون صوحاني قيرا بلان اللهين وهبين انقبوبين حقا نانكولي وهبين انت بلان روب ادؤو اما لغفشو وهبين لغيابو طبيل قبوبو سحان سحان ايكم مرتو وهبين انت بلان دميرو ايسان قيلي ايقو نوسو ووهدهين وهبين آفوينك أيريهين يا لباتوينك وهبين عذر أوسا باللابن عثمان الله له أدبى النبي قلت المامي أرورتي دواغ كبر يقضح يدو تبدرا وضعيفة ونفلارك اللهين يدن بابوري صبح ذا إلهي ديراته ونبي قلت شبهي ضيح أفر يطبنا ذا سيدو أوين يهون ضعيف كل إلا أولهين وكل أصبح ذا قل رحب ضيح وهبين كاس لي تقدر كهبين صوب حي أصون حير الله كلا شيء حيان مودو أيو صوب حا وراء دمرك طويد لاتي الطويل لاتي اللي حي لجارو ضيح سد النقطة وبارك صوب حا نكو أجو صوب ريو أصون بارك صوب حا أصون سد علامات بدن بالغو الشيء مركا ما إلا وافقا شرد يا وحاس وفض يا يا خير أدو قرن إلى أبريدو مثل إناد كوب إناد حاليا شو مباشر ده يالون أغانيني ومسألة خلافية مسألة وحلو بدايا فضائش إنتا أي الله شيقي خير كا طبال الله إسكا أقبلا وحل بإن لقاية لا مرادك الله سهلا نار لقا حرية إن وحاشر ده آد كوب بيغان أدو قرن إني عاول يتغير تأذى أسيبتو لكن حافظك حولي هاي فضل الله إنتا وكب بدايا هاي أجر والغسين هيا دذلك هذا كو خساري ميسن لكن ظاهر الروايات فوافق موافقتنا ومن مقصوده من صدفاء ما روايات بوكينا أو شايدة سيد دون ما نقطه إلى أن الله بريه أنا لقود ذلك وحد ذلك ارتاد من رمينك ربابك مسألات بعد يقول ده وحبك التقمى يا من ده عبديها أما عبدينينا إن شاء الله وبسود ده شيره وحدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة قال سمعت عبد بن لبات الأسد يحدث عن زر بن حبيش الأسد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال أبي وحيري في ليلة القدر حري والله يا الله أن قدرت إني لا أعلمها
الله أنكو دارته وان أغاها بيهبين كتابان أغاها قال شعور وأكبر علمي وقال كي يبدن كيسو وحاوي هي الليلة وهبين كالتي أمرنا رسول الله بقيامها أكبر علمي إنو سيدا يلي وأبي مركو الشيقي إنو سيدا أولي هذا الكو يلي هي الليلة وهبين كالتي هبين كيسو أمرنا ونفر رسول الله رسول كلا ونفر بقيامها إلا سجدوا لساتوا إلا تكذو هي الليلة 27 وهبين كالباطن يتضبات وإنما شك شعبة بذا الحرف فقرضا جملة بكشك شعبة كان وكان شكاكا اتقان كيسكيني وحسن هبين انه الشيخ ما اقوله مركو يريها شك بفري هي الليله التي امرنا بها رسول الله رسول كلاية النفروي قال وحر وحدثني بها وحاسا يجتبي صاحب لي عنه صاحبا ليها وانا سدا يجتبي وحدثنا محمد عباد المكي محمد عباد بن الزبرقان وابن ابي عمر قال حدثنا مروان هو من معاويه الفزاري عن يزيد وابن كيسان اليشكري عن ابي حازم سلمان الاشجع ابي حازم هدوء ابو ركون وسلمان هدوء دبتها هي ساي بن سعد ساعدنا وسلم بن دينار عن ابن رضي الله تعالى عنه قال تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله رسولك الله اكتيسا ايانو كهاسون كشيكيسني ليله القدر كهبين كوياي فقال النبي وحوري ايكم كينيبا يذكر حصوصته حين طلع القمر ضيعه مركو صوبحي وهو أصغر مثل شق جفنة حيرة تحيضو كلا هبين كليت قدر كاها يضيح صوبحي وبرق حل كله وإذا سقط حيرة لك لا تحي حيرة مك لك لا تحي بل بين قطة سيد بشي نص شق هو نصف الشيء جفنة واحدة وين طبعا ندقة حيرة مك لك لا تحي أول لك لا تبيه هاف بين قطة ضيح وريك سنا سيد حيرة قران قرتها نص بنقرية ضيح حلقة وحون نقضى وحلقة باطية لحلقة قدم بيئة بوسيدة آدو نقضى إذا نقول حولي هبين كاس ضيح وقاف كهوها هبين كيس وحوها ليلة القدر مكا لحسابين هبين كوحون نقضى ليلة 27 ليلة 27 بيئة أيكم كينما يذكر حسوسته حين طلع القمر وهو مثل شقي جفنة سوى حراتي حيث وكلا أدمو دائما نسكة أدمو دولة سبحانه وتعالى عليه.